فضيحة نيوز أوف ذا وورلد تعود إلى الواجهة، إذ يتم التحقيق مع صاحبها إمبراطور الإعلام روبرت ميردوخ. ميردوخ يتهم بعض الصحفيين بإخفاء تجسسهم على اتصالات خاصة عن المسؤولين في الصحيفة، وهو يقول في الجلسة الثانية للاستماع لأقواله: سأقول بإيجاز أصبت بالذعر. من الواضح أن إغلاق الصحيفة كان كارثياً. أنا آسف لأنني لم أغلق نيوز أوف ذا وورلد مباشرة وأستبدلها بساندي سان. جل ما أستطيع أن أفعله هو الاعتذار لأناس كثيرين، بينهم موظفو نيوز أوف ذا وورلد الأبرياء الذين خسروا مهنهم. السلطات البريطانية على رأسها رئيس الوزراء جوردون براون تعرضت لتهم واسعة من المدنيين والصحفيين بالتقصير في التحقيق مع ميردوخ لنفوذه الكبير.